عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي عن التشيلر سيستم. التشيلر سيستم بيتكون من كولينج تاور والتشيلر. زي ما احنا شايفين بيكون في ماسورة متوصلة بالكولينج تاور من فوق، بتنزل جوه الكولينج تاور. المية دي بتكون مية الخارج من الكوندنسر اللي احنا قلنا بيكون درجة حرارة الخارج فيها حوالي 35، تخش الكولينج تاور تبرد، تطلع من الكولينج تاور درجة حرارتها 30، تخش كده على الكوندنسر تعمل تكثيف جوه للفريون وبعد كده تطلع. ده اللي مرتبطة بالكولينج تاور. طيب عندنا برضو كل تشيلر فيه ماسورة ليه راجعة وماسورة طالعة، بيتقال عليها سبلاي، ووتر سبلاي ووتر ريتيرن. المواسير دي اللي متوصلة بإيه؟ اللي متوصلة بالفان كويل أو بالإير هاندينج يونت. لو جينا كده نشوف المشروع هنلاقي عندنا مثلا هنا على السطح فيه تشيلر طالع منه ماسورتين، ماسورة حمراء اللي هي بتكون درجة الحرارة بتاعة الدخول فيها بتكون حوالي 12، والماسورة الزرقاء اللي بيكون درجة الحرارة بتاعة الخروج فيها بتكون 6. الماسورتين دول اللي هم باينين هنا كرايزر طالعين منهم بماسورة أساسية، مدين هنا برانش سخن وسائع، برانش 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 لكل المكن اللي عندنا. وبرضه كان المفروض هنا ناخد برانش ندي للمكنة دي، ولو في هنا مكن أو في الصالة ندي له برانشات. طيب ده بخصوص المية السخنة والساقعة اللي هي بتكون 6 درجات و12 غالبا. ازاي بقى بنصممهم؟ علشان نصممهم أول حاجة بنحسبها هي الجي بي ام. لازم نحسب كمية الجي بي ام اللي ماشية جوه المواسير دي. طب بنحسب ازاي الجي بي ام اللي ماشية جوه المواسير دي؟ هي الطن التبريدي مضروب في 24 على الدلتا تي. الدلتا تي المقصود بيها هي فرق درجات الحرارة ما بين المية اللي داخلة والمية اللي خارجة. لو جينا نشوف هنا فرق درجات الحرارة، هنا 12 في سيليزياس وهنا 6 سيليزياس، الفرق ما بينهم 6 سيليزياس، بس الفرق اللي بيتحط هنا بيتحط بالفهرنهايت. فالدلتا تي تحت هنا هتكون ب10 درجات فهرنهايت في مصر واتناشر درجة لو كانت في دول الخليج. فالجي بي ام عندنا الطن التبريدي في 2.4. طيب ملحوظة، الدلتا تي ما بين المية دي والمية دي هو 10 درجات فهرنهايت، فعشان كده هنقول ان الجي بي ام اللي ماشية في الماسورة دي والماسورة دي هو الطن التبريدي اللي هو حمل التشيلر مضروب في 2.4، علشان الطن التبريدي في 24 على 10 هو الطن التبريدي في 2.4. أما لو عايزين نحسب الجي بي ام اللي ماشية في الماسورة اللي مربوطة بالكولينج تاور، فهي الطن التبريدي برضو بتاع التشيلر مضروب في 24 برضو، بس على دلتا تي مختلفة. ليه دلتا تي مختلفة؟ علشان المية اللي داخلة بتكون 30 واللي خارجة 35، فالدلتا تي ما بينهم 5 سيليزياس، فلازم نحولها بالفهرنهايت فهتدينا 9. طيب يبقى دلوقتي في حالة حساب الجي بي ام للتشيلر اللي هو جزء الايفابوريتور بيبقى الطن التبريدي في 2.4، أما في حالة حساب الجي بي ام للكوندنسر يكون الطن التبريدي في 2.7 بالتقريب. تمام كده؟ علشان الطن التبريدي في 24 على 9 هيدينا الطن التبريدي في 2.67 بالظبط. تعالى كده نحسبها، 24 على دلتا تي ب9 هيدينا 2.67. تمام، دي نخلي بالنا منها. ممكن برضه نحسب الجي بي ام بالبي تي بر اور على 500 في الدلتا تي، والدلتا تي قلنا بتاعة الايفابوريتور، جزء الايفابوريتور بيبقى ب10 درجات، اما جزء الكوندنسر بيكون ب9 درجات. بعد ما بنحسب الجي بي ام عايزين نحسب حاجة اسمها البايب سايز. مقصود بالبايب سايز هي قطر الماسورة. عايزين نعرف قطر الماسورة اللي هتشيل المية دي قد ايه. علشان نحسب قطر الماسورة اللي هتشيل المية بنفتح برنامج اسمه البايب، برنامج اسمه البايب سايز. برنامج البايب سايز ده بمنتهى البساطة انا بفرض له قطر واحط الجي بي ام هنا واتفرج على الفلويد فيلوسيتي واتفرج على الهيد لوسز. عندي رينج للسرعة من 2 ل10 فيت لكل ثانية، ودلتا بي اللي هي مفقد الضغط ما تزيدش عن 10 فيت لكل 100 فيت.
يبقى دي المعايير اللي انا بوافق عليه. يبقى انا عشان احسب القطر انا بفرض الاول القطر من عندي، وبناء على فرض القطر بحط الجي بي ام بناء على القانون ده، واشوف السرعة واشوف الضغط. فمثلا احنا عندنا هنا التشيلك ده مثلا كان 40 طن، فلو كان 40 طن، 40 في 2.4 يدينا 96 جي بي ام. فهنفرض هنا ماسورة وليكن مثلا 2 بوصة، ونكتب هنا 96. يقول لك لو انت اخترت ماسورة 2 بوصة تمشي جواها مية 96 جي بي ام، السرعة جواها هيكون 9.18 فيت بير سكند، واحنا عارفين ان رينج السرعة المسموح بيها من 2 لـ10، فاحنا كده قربنا على الماكسيموم. والهيد لوسز 16 فيت لكل 100 فيت، واحنا عارفين ان الماكسيموم في الهيد لوسز 10 فيت لكل 100 فيت. ومعلومة تانية، السرعة المثالية اللي انت يفضل تصمم عندها هي 4 فيت لكل سكند، والسرعة والمفاقيد الضغط المثالية اللي انت تصمم عندها اللي هي 4 فيت لكل 100 فيت. فبالتالي الفرض بتاعنا اللي احنا فرضناه غلط، فنخليها 2.5 بوصة، ونكتب هنا 96، نلاقي السرعة بقت 6.4 فيت لكل سكند، ومفاقيد الضغط بقت 6.68 فيت لكل سكند. دي أبروف. ليه أبروف؟ علشان السرعة أقل من 2 لـ10، ومفاقيد الضغط ما وصلتش لـ10 فيت. واحد تاني يقول لي لا، ده أنا هخليها 3. في حالة الـ3 السرعة مثالية ومفاقيد الضغط مثالية، أقل كمان، أكتر من المثالية كمان، علشان المثالية 4 فيت لكل 100 فيت. يبقى احنا قدامنا اختيارين، لا إما 2.5 بوصة لا إما 3 بوصة. تمام كده. فنيجي هنا كنترول سي كنترول في، نيجي هنا نكتب على قطر الماسورة ده 2.5 بوصة. قطر أكيد ماسورة السبلاي نفسها قطر ماسورة الراجع، هما الاتنين زي بعض. تمام كده. بعد كده يبقى الرايزر الأساسي اللي نازل لنا هنا 2.5 بوصة و2.5 بوصة. ناخد ده كنترول سي سي او انتر اسهل، يبقى كده اهو وكده اهو. ده الرايزر الاساسي اللي هو هيديني حمل التشيلر الكلي، حمل المشروع كله. تمام كده. يعني دي الماسورة الاساسية اللي هي هتتفرع لي هنا وتتفرع لي هنا وتتفرع لي في الصالة. طيب انا عايز اعرف الماسورتين دول اللي رايحين للفانكويل المفروض يبقى قطرهم قد ايه. اجمع احمال الفانكويل، يقول لي 3.5، 1 2 3 4، 4 × 3.5 زائد 1.5 × 2 يعني 3.5، يعني 3.5 × 5 يطلع لنا 17.5 طن تبريد. الطن التبريد عشان نحوله للجي بي ام نضربه في 2.4. على فكرة الجي بي ام ديت او اللتر بير سكند اللي موجودة في تقرير الهاب، فانت ممكن ترجع لها عادي بسهولة، يقول لك 42. فنرجع للبايب سايز، هنفترض قطر الماسورة عندنا مثلا 2 بوصة، ونكتب فيها أو 1.5 بوصة، خليها 1.5، ونكتب فيها 42. بيقول لك 42 في ماسورة 1.5 بوصة، السرعة 6.6، السرعة كويسة بس مفاقيد الضغط عالية. ومفاقيد الضغط العالية ده هنضطر نجيب مضخة عالية، فنخليها 2 بوصة. فيقول لك لو اتنين بوصة ماشي جواها مية 42 جي بي ام، فالسرعة مثالية و الهيد لوسز مثالي، فبالتالي 2 بوصة. يبقى الأساسي عندنا 2.5، ده 2.5 بس، ده 2 وده 2. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنفضل ماشيين نسايز برانش برانش. ده دلوقتي 2 طن، مكنة 2 طن، 2 × 2.4، نشوف قطر الماسورة نفترضها 0.5 بوصة، نمشي فيها 4.8، يقول لك 4.8 في 0.5 بوصة المفاقيد الضغط عالية جدا، فممكن نخليها 3/4 بوصة، ونمشي فيها 4.8.
يقول لك ان السرعة هتبقى يعني قول 3 فيت السرعة تمام، ومفاقد الضغط اعلى من المثالية شوية بس كويس، يبقى الماسورة دي 3. ممكن واحد تاني يوم يقول لي لا خليها لي 1 بوصة، 1 بوصة نمشي فيها 4.8. فالسرعة ومفاقد الضغط، السرعة نلاحظ ان السرعة قلت عندنا عن طبيعي، احنا ما ينفعش السرعة تقل ولا تزيد، عشان لو قلت المية مش هتتحرك بالسرعة تمام، فحمل التبريد مش هنوصل له تمام. اما لو السرعة زادت الماسورة دي هتتاكل من هيتسبب لها نحر مواسير، يبقى البرانش اللي هو داخل ده والبرانش اللي هو داخل ده هيبقى قطره 3/4. طيب بعد ما يبقى ده قطره 3/4 ايه اللي هيحصل؟ اكيد هنا هيمشي جي بي ام مختلف، فبرضه نخش نعمل له سايز كده، ونعمل سايز للبرانشات، ونعمل سايز للبرانشات. وطبعا مثلا ماسورة زي هنا بعد ما ناخد هنا برانش مثلا، يعني لو جينا هنا ومثلا خدنا ده وده سي او انتر، خدناهم من هنا حطيناهم مثلا هنا، تمام طيب كده. هنا مثلا قطر الماسورة اللي هي ماشية دي بعد البرانش ده المفروض تبقى قد ايه؟ هي تبقى قد ايه؟ شايلة ل3 مكانات 3.5، يعني حوالي 10 طن. 10 طن يعني 48، يعني 24 GBM. نيجي هنا نخليها 1.5، 24 GBM. يقول لك السرعة والضغط تمام، مفاقد الضغط تمام. يبقى الماسورة من هنا بعد البرانش، بعد البرانش ده هتبقى الماسورة دي والماسورة دي 1.5 بوصة، وهكذا، ونفضل نصايص في الشبكة، تمام كده. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد ما صيزنا الشبكة وعرفنا المعايير، بنحسب حاجة اسمها البريشر دروب. ايه المقصود بكلمة البريشر دروب؟ هي مفاقيد الضغط بتاعة المضخة بتكون الوحدة بتاعتها بالفيت. مفاقيد الضغط دي عبارة عن 3 حاجات. اول حاجة عندنا حاجة اسمها الفريكشنال لوسز. الفريكشنال لوسز المقصود بيها مفاقيد الضغط بتاعة المواسير. تاني حاجة حاجة اسمها الاستاتيك. ايه المقصود بالاستاتيك؟ هو فرق الضغط ناتج عن فرق الضغط ما بين ان الاشتراك ده موجود فوق والفان كويل موجود تحت، في ما بينهم استاتيك. الاستاتيك ده بنحسبه ازاي؟ هو ارتفاع المبنى، ارتفاع المبنى مقسوم على 10. نكتب القانون افضل، دي رسمة الضغط، مساحة، الاستاتيك هو عبارة عن ارتفاع المبنى مقسوم على 10.28، وفي الحالة دي يطلع لنا الهيد بتاع الاستاتيك بوحدة البار. بعد كده نمسك وحدة البار نحولها لوحدة الفيت ببرنامج اسمه اليونت كونفنت، تمام كده. يبقى ده أول حاجة معانا، ده واحد. تاني حاجة عندنا حاجة اسمها الدلتا بي اتشيلر والدلتا بي فان كويل يونت والدلتا بي اير هاندلنج يونت. لو فاكرين واحنا كنا بنختار من الكتالوج اللي اتشيلر والفان كويل، كان في حاجة اسمها دلتا بي كنا بنخش نجيبها من كيرفات او نخش نجيبها من جدول. القيم دي بتبقى تتراوح من 10 الى 20 فيت، الفان كويل من 4 الى 6 فيت، الاير هاندلنج يونت من 8 لـ10 فيت. دي قيم تقريبية للدلتا بي. تالت حاجة عندنا هي حاجة اسمها الهيد بتاع الفريكشن. ايه الهيد بتاع الفريكشن ده؟ حضرتك بتشوف أطول مسار عندك تضربه في 2. ليه تضربه في 2؟ ماسورة سبلاي زائد الماسورة ريتيرن زائد الماسورة ايه؟ الريتيرن. كل ده تضربه في الدلتا بي على ال ال. قيمة الدلتا بي على ال ال لو جينا نفتكر احنا قلنا لا تزيد عن 10 فيت لكل 100 فيت، فانت عايز تحط 10 فيت لكل 100 فيت تمام، بس انا احبذ انها تتحط 6 فيت لكل 100 فيت. هو للأمانة المفروض الصح يعني
تمسك كل قطر ماسورة، كل ماسورة يعني تشوف قطرها قد ايه وتشوف مفاخيض الضغط ده جواه قد ايه، وتحسب طولها وتضربه في 2 وتضربه في الدلتا دي بتاعتها. بس احنا لو مسكنا بقى كل قطر ماسورة كده ونعمل معاه الحركة دي الموضوع هيطول. فاحنا بنعمل ايه؟ بنحسب أطول مسار عندنا ونضربه في 2 ونضربه، لو احنا عايزين نأمن نفسنا ماكسيموم خالص نضربه في 10 فيت لكل 100 فيت، أو نخليها 6 فيت لكل 100 فيت، باعتبار إن احنا ما بنخليش مفاقيد الضغط داخل المواسير تزيد عن كده أصلا. تمام كده؟ كل ده نضربه في 1.4. ليه زودنا 40%؟ زودنا 40% نتيجة وجود فيتنج البوهات تيهات وخلافه وفالفات، زودنا 40% ايه؟ زيادة أمان. تمام كده؟ يبقى عندنا الاستاتيك وعندنا دلتا بي، ده بيتقال عليه ريزيدوال، ده بيتقال عليه ريزيدوال. بنشوف التشيلر عندنا اهو، وابعد وابعد مكنه عندنا هي ايه؟ فابعد مكنه مثلا عندنا هي فان كويل، فنشوف مفاقيد الضغط هنا ومفاقيد الضغط هنا ونجمعهم على بعض. طب لو كانت ابعد مكنه عندي هي الاير هاندنج يونت، يبقى التشيلر مع الاير هاندنج يونت. تمام؟ اما احنا ما بنجمعش الثلاثه مع بعض، احنا بنشوف اطول مسار ما بين ايه وايه، ما بين التشيلر وفان كويل، ولا ما بين التشيلر واير هاندنج يونت. وبكده احنا نكون حسبنا الهيد بتاعه المضخه. يبقى الفريكشنال زائد الدلتا بي تشيلر وزائد الدلتا بي بتاعت الفان كويل او الاير هاندلنج. زي ما احنا ملاحظين اطول مسار عندنا اللي تشيلر محطوط هنا، يعني محطوط هنا صح كده، والرايزر نازل هنا، يبقى اطول مسار هو اللي رايح عند المكنه الاخيره. فنجمع الطول الكلي ونضربه في 2 عشان الماسورتين رايحين وجايين والدوره دي مقفوله. تمام كده؟ بعد ما نعمل كده نقوم رايحين حاسبين الريزيدوال بتاع التشيلر والريزيدوال بتاع الفان كويل من الكتالوج او بالقيم التقريبيه اللي احنا اتكلمنا عليه، وبالتالي بنحسب الفيد بتاع المضخه. لو احنا عايزين نحوله بالهورس باور نقدر نحوله بالجي بي ام في الهيد اللي طلع بالفيد على 3960 نضربه في الكفاءه. طبعا هنا الاعتبارات ديت يقول لك عند تصميم الأنابيب يراعى الآتي: في حالة لو كان قطر الماسورة 2 بوصة أو أقل، يجب ألا تزيد السرعة عن 4 فيت بير سكند، دي السرعة المثالية اللي احنا قلنا عليها. وفي حالة لو كان قطر الماسورة أكبر من 2.5 بوصة، يجب ألا يزيد معدل هبوط الضغط. بنهتم بقى بمعدل هبوط الضغط عن 4 فيت لكل إيه؟ 100 فيت. نيجي نتفرج هنا، دي أطوال مكافأة للفيتنج. يعني احنا مثلا لو عندنا الخط عليه البوهات وعليه تيهات وعليه فالفات، احنا قلنا احنا نتعامل مع الخط كطول ونضربه في الاخر بعد ما نضرب في الدلتا بي على ال، قلنا اللي احنا نضرب في 140 في يعني 1.4، زودنا 40%. طب احنا لو عايزين نحسبها بدقة متناهية نشوف الفيتنج اللي موجودة عندنا في المشروع، وليكن موجودة عندنا البو او تي او ريديوسر او فالف، ونشوف قطر الماسورة كام. يعني مثلا في ماسورة قطرها ب1 بوصة وحوده هنا ب1 بوصة، يعني في هنا ما بينهم البو، الالبو ده قطره كام؟ 1 بوصة. نيجي هنا عند الالبو يقول لك البو 90 1 بوصة، يبقى طوله المكافئ 1.6 فيت. يبقى لو كان ده طوله مثلا 10 فيت وده طوله 10 فيت، فانت هتزود على العشرة، والعشرة هتزود ايه؟ 1.6. ليه؟ عشان انت عملت طول مكافئ للالبو اللي موجود. تمام؟ ده بالنسبة للأطوال المكافئ. فانت لو عايز تريح دماغك ممكن تشتغل بطريقة اللي انت تزود 40% وخلاص. وبكده انت تكون صممت الشبكة قطر ماسورة قدرة مضخة جي بي ام. وشكرا لكم.